عندك وكالتك. يقولون في شباب هداهم الله، والشباب أنا فيهم خير والله يا أخواني، الشباب عندهم تبارك الله طموحات عظيمة، ما يدخلون في مجالات طيبة إلا يكونون هم بالدرجة الأولى، ما سوى تدريبات سوى طيران سوى أطب سوى، يعني حتى أن قيل أن الطيران قيل آتوا وين آتوا يدربون أبناء الشعب، هذا بالزمان السابق. يقول تعلموا الشباب، قال والله أنا مغلوب أول مدربين، يقول بالأخير أنهم مغلوب والمدربين هذول اللي يجوا من الخارج، فشباب أنا فيهم خير. لكن الغفلة هذه يا أخواني تراها عقوبة على بني آدم، ولكن ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. يقولون تجمعوا شباب من يوم من الأيام، يقول بعطلة مدارس، هذا بالزمان السابق، وقالوا وش رايكم حنا يا هل المجمعة وهل الوسطى هذه اللي بين الرياض، نبي نجتمع نسوي لنا كرامة، ونبي ناخذ لنا كور ندور لنا أطيب فيضة، الخبر اللي يعرفون الفياض هذه الزينة، نبي نجي نحط لنا بوابات، ونبي ناخذ بها يومين ثلاث أيام مثل نلعب الكورة. يقول قال واحد أبدا أنا والله أني عارف أعرف والله يا فيها فياض هنا إن كانك مسويها بيدك. قالوا كفو كفو يا فلان يلا توكلنا على الله. يقول اللي جو من قريب القصيم ولا جو من قريب الرياض، يقول بهالوسطة يقولوا اجتمعوا، يقولوا أخذوا عزابهم، يقول اللي قال أن علي الخيام، واللي قال علي الماطور، واللي قال علي الطعام، واللي قال علي القدور، واللي قال علي الذبيحة، تجمعوا يمكن حوالي 30 أو أكثر. يقول صباح، يقول وهيف والله ما أدري يا أخواني وين الفيضة هذه لقوها، فيضة زينة قبل تجي التنهاء. يقول فياض إنك مسويها رب العالمين، يقول كأنك مسويها بيدك. يقول جابوا الكوراية فلان، وأنا البواب، وأنا الجناح الأيمن، وأنا الأيسر، وأنا الحارس، وهكذا. يقول وزعهم الرئيس هذا اللي هم حطوا رئيس ومساعده. يقول يوم بغوا يلعبون، يقول لو والله يقول بيتها كالنملة، يقول والله كبير يمكن مترين في ثلاثة أمتار وأكبر. يقول بنفس وين هالفيضة هذه، هل يبون يلعبون بها كورة؟ يقول العصر أو قبل العصر اشتغلوا بالكورة. يقول ما دروا، يقول النمل، يقول كبار، يقول القعر هذا هذا الكبير هذي اي، يقول يوم دروا يقول والله ان البيت، يقول يوم نختبر، يقول والله يوم قام يمشي النمل بينهم يمين ويسار، يقول يقومون يضربونه بالكنادر، يقول وضربوه، يقول وكل ما بغوا يذبحون شيء يقول جاء كثر 10 مرات. يقول بالفيض الزينه وقد يكون انها مربعه، لكن بيت النمل هذه قريه من قد يكون من قرايا أهل الأرض، فلا تذون خلق الله. يقول المهم أن كثر القعر هذا النمل ذا الكبار، يقول كثر وملا نفس الفيضة هذه وكأنها أشغالهم، ويقول يدبي عليهم على يديهم وعلى رجليهم، يقولوا من قرص سبحان الله تسمم، يقول وقام يموت نفسه كأنه مجذور الله يدفع البلاء. يقول هذه رسالة من رب العالمين، لكنه ما تعظوا. يقول قاموا يلعبون، يقول النمل كثر القعر، قال يوم انه قام يكثر قال اكل واحد، لا طب النمل عندي انا، قالوا روحوا خذ هاك الجالون، قالوا عبي بنزين من سيارته. الله يستر. اسمعوا للاخوان يقول عبي بنزين من السياره، قال الطب عندي انا، الله اني يقول حال الحين تدراها العصر وقد الناس فيهم خير، يمكن انهم صلوا لكن ما ذكروا والله. ومخلوقات الله يا اخي لازم تقدرها، كبيرها وصغيرها، وكل نفس مثلا محاسب الإنسان عنها إذا أذيتها. يقول راح وعبى بنزين من نفس وين؟ من نفس سيارته، وجاب الجرك المليان، أعوذ بالله. يقول وكمل على هالقرية على نثيلة وين؟ هذا النمل القعر الكبار، يقول حطه لين وين؟ لأنه كسل موقع كل أبوه. يقول قال تعالوا تفرجوا تفرجوا بشغل أبو فلان. أي نعم. قال والله أنا ما ندري والله هذه، لا 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 يا رجال لا تولع. قال والله لو ولع وخليك تسمعون شيء ما عمركم سمعتوه. طيب كأنه يعلم الغيب، لا يا أخي. قال جدح، قال يوم جدح قال البنزين مسبق منه، قال طول الرجال، قال له والله تاسي البيت كلبه بأكمله يمكن حوالي 20 متر في 20 متر، هذا موقع النمل اللي كان يمشي زودا على وين؟ على القرية هذه، قرية النمل. قال ثم لأذيك الرجفة، يقول اللي تقول قيامة لا إله إلا الله، رجفة ما يدرون من جت كان الأرض تزلزلت.
يقولون قال لا تردوا عليه يلا العبوا. قال العبوا قال لين غابت الشمس. قال يوم غابت الشمس قال وري يجيبوا ذبيحتهم معهم طبابيخ قالوا يذبحون الذبيحه يلا يا الطباخ رتب الددر والغاز. يقول تعبوا الرياجيل يقول نفسيا سبحان الله العظيم وين؟ عند احراق هذا النمل سبحان الله. يقول اراد الله سبحانه وتعالى يقول صلى والمغرب وفيهم من هو تعبان عقب ملعب الكوره وقال بها شوي بعدين يقول الي 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 ولع على اللم الي ولع على النمل هذا يقول صار معه حاسية. يقول أنا ما أدري وش جاني أنا والله أوجس شيء أنا أنتم فوق الأرض ولا تحتها أنتم يا زملانة وش علومكم وراكم تذي وراكم هذا الطويل وهذا قصير قيم يزول له. يقول المهم غابت الشمس يقول الطبخ جاء وطبخ الذبيحة. يقول يوم هذا يقول قال الآن يقول الرئيس حقهم هالحين نبي نشوف هالعشاء نبي نتعشى وش تقول؟ يقول وهو يروح انت يا الرئيس حقهم وهذا المقرود اللي ولع باللمبات اللي ولع بالنمل قال يوم من اقبل على الجدر يقول له هك الحرمه يقول جايت من برا يقول ان ادلوس الظلام يقول له معك الشاو وتكشف وين؟ على الذبيحه قدامه. طبعا الارض مليانه من خلق الله. يقول وهو يرجع انت يا هذا اللي ولع على النمل قال يا اخواني انا صابني مرض انا ما ادري وين وش شفت؟ كان شفت حرمة جت وولعت على عشانه بكشاف وراحت ذيك العواجز. العواجز تراها مشهورة دائما يعني بلودية يعني هذا محل اي. يقول المهم وين راحت؟ قال العواجز راحوا للدار وعلى العواجز داروا يمين ويسار الرجال غدا له صياح اللي ولع اللي ولع بالنمل. يقول وبعضهم انه يتميدح يقول انا ترى قاري وترى يرقي وترى وينفخ عليه وما نفخ على روحه. يقول غدا له صياح يقول ادلوس الظلام يقول قرب العشاء يقول هم بلشانين به يقول وفرش الى الفرشه. قال يوم اخذه وقال يلا يلا يقول معذبهم جرى جانا نمل يروى العقل كسى جميع الارض اللي قدامنا سبحان الله. جاتنا حال حين طالعت العلال من الفيضه من المكان اللي ولعته بالنمل جايك مثل السيل لحد. قال اجل والله الامر خطير يقول هالرئيس يلا يلا شدوا حيلكم يلا روحوا روحوا لا روحوا للعشاء غرفوه يلا. راحوا وغرفوا العشاء بالصحون ورجعوا بالفرش. يوم رجعوا لو والله انه مليان النمل نفس الفرشه لا هي مكتسيه سوداء. رجعوا للصياني هذه اللي غرفوه به واذا هو اسود كل ابوه متغطي من النمل. قالوا ما فيها الليله في مصيبه حلت علينا لكن اركبوا السيارات. جولة السيارات وإذا الغمرات ملايا الله من الله النمل ساسي. هذا خلق الله يا أخواني. قال طلع عليهم من هذا الفيضة وهم اللي مثلا أسرفوا لأنفسهم وهم اللي جابوا المصيبة لأنفسهم. يقول المهم امتلك كل شيء الفرشة مليانة والصياني مليانة والجدر مليان نمل والفرش مليان نمل الله مرة الله الله ما يدرون منين طلع وين جاء منه. قال والرياجيل يا ناس ومن قربوا السيارات يبون ينحاشون يقول وقرص يقول قام يشتب نار يقول مع جنوبه وش رايكم وش رايكم يا عيال؟ قالوا والله ما نقدر لا نقرب السيارات ولا نقرب الفرش ولا نقرب الذبيحه هذه وصحونها. دقوا دقوا جوالات خليهم يسعفونا اهل القرايه اللي احنا رحنا منهم اهالينا. يقول اطلعوا وخلوا الفيضه وخلوا السيارات والفرشه و الذبيحه. قال عليها مثل الدبه. تعرفون الدبه عيال الجراد؟ قال مثل غطى الفرشات والارض والذبيحه والسيارات. قال والله يا سياره انها تنوس انها نمل عظيم لا اله الا الله ومن قرب قامت تنشه. هذه الله ارسلها سبحانه وتعالى. يقول ابتلشوا. قال والله زهموا على اهاليهم. قال يوم انهم اخذوا قال لو والله ان جايين اهاليهم وتسابقون. قالوا شلنا الناس. يقول لو والله الناس يقول ما هم صاحين. يقول من انقرص منهم يقول مغاري تويل ويفرس جلده. قالوا ودوه قال مستشفيات ونوم بعضهم وصار بعضهم بغيبوبه. وهذه موعظه يا اخوان اللي يعذب بالنار الله سبحانه وتعالى هو اللي يعذب بالنار وهو اللي ينجي من النار. اما انك تعذب مخلوقات الله وسولف ريجن ثقات وقالوا والله انها صارت بس السنه الفلانيه مع شباب الوطن اللي ما
عينوا خير نعمة الله ملوا الفيضة، وعينوا خير خيام وطعام ومن ومان وارزاق يولعون بالنمل. فيا اخواني كن فاهم وكن عارف بالامور كل ابوها، ترى مخلوقة الله ما تعذبها، ما يعذبها الا خالقها، فانت مالك دخل. قل ربي احفظني. والمجالس يا اخواني تراها مدارس، والصاحب ساحب، ان مشيت مع ناس بهم خير دلوك، وان مشيت مع ناس ما بهم خير دهوك. الله يستر. الله يستر ويحفظ المسلمين جميعا. سلامة الجميع. والثانية الطويلة بجيبها بعدين. الله يستر. عند النهاية. عندي تعليق عليها ابو عبد العزيز. بيض الله وجهك ابو صالح. طبعا القصص هذه صراحة لا يحرق بالنار الا رب النار، يعني لا يعذب بالنار الا رب النار. الله يكفينا شر الدواب والهوام. اسلم ابو علي. من قال يا سلام؟ احنا نتكلم عن شيء شاهدناه بانفسنا، ان كان في البر وان كان ككلام ابو صالح.